حلقة جديدة مراكم شباب ومسا التميز والسعادة اليوم حلقتنا متنوعة مثل ما وعدناكم في كل حلقاتنا فرأيكم شباب من للسبع تابعونا حياك الله احمد ومسا الخير مساء الخير يا فاضل ومسي على كل متابعينا في برنامج رايكم شباب وهذا المساء مساء عطلة وناسة لكل اللي خلصوا الامتحانات خلصوا المدارس في المتوسطة والثانوية ان شاء الله جود لك وبالتوفيق الا ما بقى كم يوم الا تلقون هذه الدرجات بعد حصيلة تعب جدا كبيره وبالتوفيق للجميع وان شاء الله تتميزون ايضا في تواصلكم في برنامج رايكم شباب ساعه متواصله معكم من السبت للخميس من الست للسبع اكيد احمد يعني طول الايام اللي طافت من صار عيد ميلادك لليوم ما صادف اي ما, إيه ما صادفنا حلقه مع بعض فانا حاب اقول لك كل عام وانت بخير وهابي وعبال مليون سنه أغنيه اقصد هابي إيه. بيرثدي تو احمد الله بس غنيت <applause> لا يعطيك العافيه يعني كون انه يمكن من يوم السبت انا ما طلعت على الهواء لذلك اقول حق كل الناس اللي هنون يعطيكم الف عافيه وصدق استانست في هذا اليوم الجميل مع اهلي ومع ربعي والناس كلهم ترى في عزايم ما خلصت انا اي مستمر اللي بيعزم ترى عندكم اي في في لسته, لستة, <applause> لستة يعطيكم العافيه ايضا حق الهدايا اللي وصلتني انتم اغلى هديه في تواصلكم يعطيكم العافيه. ان آه شاء الله تكون سنه سعيده عليك يا احمد تحقق فيها اسمت. كل الاهداف اللي حاطها في بالك وتستاهل كل خير لانك انسان متميز اسمت. بشغلك وعلى الصعيد الشخصي بعد. عندنا اليوم فقرات متنوعه حمله الامان في قيادة قيادة الدراجات النارية لعشاق الدراجات النارية والسرعة والمغامرة هذه الحملة هادفة وممتعة بنفس الوقت راح نتعرف عليها في تقرير أكيد طبعا وأيضا لدينا موضوع جدا جميل اليوم شلون تحول محنك ومشاكلك الى فرصه ممكن تعيد فيها حياتك وتكون هذه العقبه شيء تختبره في حياتك وايضا تعدل منه ويكون شيء ايجابي وليس سلبي راح نستشير الاستشاريه التربويه احلام الخطاب في حلقه اليوم. وايضا للرياضه مكان وخاصه الرياضه النسائيه في حلقتنا اليوم في شباب <applause> الشباب راح نتكلم عن الرياضه النسائيه انكسر <applause> الشر طبعا تدري <تصفيق> احمد <applause> اي <أحمد؟ هي تصفيق> هذه ثاني مره آه خلال لفترة فتره قصيره سبوع. اسبوع واحد ينكسر شيء داخل الاستديو انا اتمنى يستر. ان شاء الله نكمل احنا رايكم شاب للشهر هذا نهايته ما يكون يكون الاستديو كله طايع <applause> طبعا الشهر هذا وان شاء الله كل الامور بخير وامور شهر ما تدري تدري عاد احمد <applause> الموضوع اللي راح نتكلم عنه في هذه الفقره الرياضيه في شوية تكسر الكاراتيه راح نتكلم عن الكاراتيه معنا لاعبات متميزات ما إن شاء الله عليهم بنات في مقتبل العمر كويتيات متميزين في لعبة الكاراتيه في نادي الفتاة الرياضي راح يكونوا معنا في استديو رايكم شباب اكيد دائما تكون فتاه سباقه في كل الامور يعني يعطيكم العافيه وان شاء الله هذه الحلقه راح تكون شوي نسائيه انا يمكن العنصر الرجال الوحيد في هذا الموضوع مع ستاف برنامج رأيكم شباب دائما الفتاة تضع البصمة في آه. كل مكان تشارك الرجل في كل الأمور وأيضا في حياته واليوم موضوع حلقتنا راح يكون كيف تنظر المواقف المحرجه التي تمر في حياتك شلون تشوف هذه المواقف المحرجه شلون تتعامل معها اللي حابب يتواصل معنا في برنامج رايكم شباب عن طريق الفيسبوك facebook.com رايكم وعن طريق تويتر تويتر@رايكم اسفل قام موجوده اسفل الشاشه بالاضافه ايميل برنامج شباب@راي. تي في اللي حابب يتواصل يتواجد نعم. في اي موضوع كان هذه طرق نعم عاصل. طبعا احمد تدري ساعات يمكن موقف محرج في ناس يحسون انه هو مو محرج يحسون انه هو ازمه صح وما احنا بحياتهم مخل... وما يقدرون يتجاوزونه مثل اللي صار في توا ممكن البعض يكون جاوزنا. بالنسبه له ازمه وانبايش صار على الهواء بس شلون احنا ممكن نتجاوز هذه الامور ونبسطها ونسويها شيء صغير نقدر احنا نتجاوزها في حياتنا واكيد اصدقائنا اصدقاء رايكم شباب حابين يشاركونا هذا الراي اذا مروا لا سمح الله في ازمات في حياتهم شلون حاولوا ان يتجاوزونها وشلون قدروا فعلا يتجاوزون هذه المشاكل والازمات حابين نشارككم التجربه اكيد طبعا ذكرت احمد طرق التواصل انا وايد مستانسه لان تابعت من فتره قصيره حفل الجرامي في دورته ال55 كان حفل وايد حلو وتميز فيه الازياء طبعا اللي النجمات والمغنيات فهل. في اوروبا وفي امريكا كانوا على السجاده الحمراء تميزوا واكيد انا حابه بس اذكر رايي ان اكثر نفنوف عجبني نفنوف كاتي بيري كان لونه الاخضر البستيل وايد حلو من جوتشي من الكوليكشن 2013 ربيع 2013 وايد حلو النفنوف اكيد تقدرون تطلعون عليه في النت موجود صح. وفازت أدل مغنيتي المفضلة كأفضل مغنية بوب لهذا العام أكيد, أكيد طبعا بالتوفيق لي الجميع وإن شاء الله تاخذين هذا الفستان ما تدرين زمن يجي لك هذا الفستان جوتشي وغيره وانت تستاهلين كل فاطمه طبعا ايضا في هذه الرساله الجميله بما ان احنا بلشنا العطله فكل اماكن راح زحمه فلذلك دير بالكم في كل مكان وان شاء الله الكل يستانس بس بدون ما يضايق الناس نعم آه راح ننتقل الحين لأول فقراتنا ونطلق سريعا لعالم السرعة في حملة آه طبعا هذه حملة اسمها الحملة الأمان في قيادة الدراجات النارية برعاية فندق راديسون رويال في دبي وراديسون بول الفجيرة المملوكة لشركة اسيكو للصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية يعطيهم العافية الحملة اللي كانت تهدف لزيادة الوعي باهمية اتباع الوسائل وسائل الامن والسلامة لمستخدمي الدراجات الناريه طبعا جاو كان وايد حلو في هذه الفعاليه وهذه الحمله في مسابقات وجوائز وغيرها من الامور المميزه خلينا نشوفها مع بعض في عدسه رايكم شباب بالمناسبة أنا نبي نغير الوجه السلبي اللي ممكن الشارع ماخذه عن قائد الدراجات النارية بالمقابل في هناك أيضا سلبية أو نظرة سلبية ينظر لها المجتمع بالنسبة لقائدي السيارات السريعة فمثل ما يقولون نحن مع بعض في الطريق رسالة واضحة هي تقديم ترفيه لجميع الفرق الموجودة في الكويت وكانوا مشكورين لتلبية هذه الدعوة شركة اسكو برعاية الباونز طبعاً ولا خسّان خالد فكل الشكر لهم على هذه المناسبة على هذا الجو الرائع وعلى هذا الترفيه الممتاز وعلى الرسالة الموجودة أمامنا على البوستر موجودة على طاولات المشاركين مشاركين عده فرق مجموعات رايدرز مثل الكويت رايدرز مثل دوك دوكاتي وبي ام دبليو رايدرز وفي من ال في مجموعات جاتنا من السعوديه ومن الامارات من دبي ومجموعه اسسناها حديثا هي مجموعه اسيكو رايدرز وهذا كلهم هوايتهم قياده الموتوسيكلات وهي هوايه جيده بس السلامه مهمه فيها لان فيها نوع من الخطوره مشاركتنا دائمه في كل الحملات ولكن الفريق بي من اول الفرق اللي انشئت بعد التحرير و... دائما متواجدين في الحملات لانها تشجع رياضه الدراجات الاليه وتشجع الراكبين على الالتزام بقوانين المرور والملابس الامن والسلامه كل الشكر لحملة الأمان في قيادة درجات نارية وهذه أيضا رسالة ودعوة للجميع بالحفاظ الحفاظ والسلامة على طريقة القيادة بشكل أفضل ومتمكن عشان سلامتكم وسلامة الآخرين تكلمنا في بداية الحلقة أن موضوعنا اليوم جدا جميل للناس اللي ممكن تواجههم مشاكل وعقبات في حياتهم اليومية وشلون تخطى هذه العقبات بالأمور السلبية إلى الإيجابية وأن هذه تكون أفضل طريقة يعني جعل هذه المشكلة السلبية إلى حل إيجابي وفرصة جديدة في الحياة راح نستشير الاستشارية التربوية أحلام الخطاب في هذا الموضوع حياك الله حياك <applause> الله استاذه احلام هل فعلا ممكن ان الشخص يتجاوز الازمات ويحولها من ازمات لامور ايجابيه بالنسبه له وفرص ايجابيه اول شيء لو نجي لتعريف الازمه الازمه هي مثل ما قال احمد قبل شوي عباره عقبه وعثرة في طريق الانسان قد تكون مصيبه كبيره وقد تكون صغيره لكن اللي اللي بيخلي المصيبه تكون صغيره او كبيره مو حجم المصيبه لا، تفاعل الإنسان معها صح. طريقة نظرة الإنسان لهالمشكلة أو المحنة أو الأزمة اللي بمر فيها. حلو، لا. يعني احنا بنفسنا ممكن نكبر المشكلة يعني قلت لا تخلي من حبة قبة وتكبر هذه المواضيع، <applause> فلذلك احنا بنفسنا ردة الفعل ممكن نسيطر على هذه المشكلة وتكون فعلاً إيجابية، لكن استاذة ودنا نعرف إن هذا الموضوع في جعل الأمور بشكل إيجابي، هل هي هبة أو شيء لازم يكون متدرب أو متعلم؟ أه أنا بقول إنه دائما المحن عند الناس العقلاء أو الناس المبدعين او الناس الايجابيين نقول بامكانهم يحولوها الى منحه منحه يعني هبه من السماء صح. كيف او سؤال وايد صعب او صعب للناس اللي بيسمعوا هو كيف هو عباره عن انه انت كيف تصنع من هاي المشكله حل صح. كيف ممكن تصنع من المشكله خلينا نقول مثلا انسان كل سنه ما عم ينجح كل سنه ما عم ينجح بدراسته هذا مثل بسيط وبصير يعني من واقع الحياه العاديه اذا هو يحط خطوات انا ليش ما عم بنجح هل انا مثلا اخترت تخصص ما بحبه صح هل الماده صعبه انا ادركها او اني افهمها فبقدر انا كيف اتجاوزها يعني هناك حل المشكله يعني ما اوقف والله انا عندي مشكله مش قادر احلها وخلص اوقف عند هالمشكله وقعدنا خلاص هون ما بيقدر يحول المشكله تبعته الى نقول طريقه سليمه او صحيحه ينطلق من خلالها صح دائما لو تلاحظ انت الناس اللي عندهم نوع من الاعاقات الاعاقات تلاقي الناس مبدعين طب سالت نفسك ليش هالانسان هذا صح لا. هو مثلك مثله يمكن حتى هو سبحان الله الله ما أعطى الا أعطاك اياها اعطاه اقل لا. يعني اعطاه مثلا اعاقه معينه عقليه نوعا ما او مثلا جسديه هذا الانسان عنده اراده من الداخل هو لا. الانسان هذا بده يحاول يعوض نقص معين في داخله فيبرز نفسه الى الامام فبيحاول انه يحول هالمشكله البسيطه هو في نظره صارت مشكله بسيطه الإعاقة وانا لا. خلاص حتضل معي لنهايه لنهايه حياتي لا. فانا كيف اتعامل معها بطريقه صحيحه واحول من نفسي انسان مشهور او انسان معروف واحقق اهدافي من خلال شوف أزمه أو عقبه أو محنه الله أعطاني إياها، اللي هي إعاقه دائمه. نعم، يمكن البعض يرى أنها هي أزمه لكن هو شخصياً يراها أن هي شيء إيجابي ويقدر يتعايش معاه آه. وشيء يدفعه إلى الأمام لأنه آه. عنده إراده قويه، راح نتكلم أكثر أستاذ أحلام في هذا الموضوع لكن من بعد هذا الفاصل. بعد فاصل نستمر معكم في فقراتنا في برنامج رايكم شباب وموضوعنا الجميل لكل الناس التوجه من المشاكل السلبيه والعقبات والمحن السلبيه الى شكل ايجابي وهذا الموضوع ايضا راح نتكلم فيه عن موقف قاعد يمر في حياته الشخصيه الزميله فاطمه ابو حمد راح نتكلم عنه اكثر عشان ناخذ الاجابه من الاستاذه احلام خطاب حياتك الله مره ثانيه استاذه في ظل في ممارستنا هذه الحياه شلون ممكن الانسان راح يتغير او شنو الطباعات والتطورات اللي راح تكون على الانسان بعد ما يمر في هذه المحنه او المشكله هو اول شيء انا بقول انه الانسان لازم يكون عنده قاعدة يعني كمسلمين انه من رضي فله الرضا الرضا رضا وامر امر جميل وتذوق الاحساس فيه يحتاج على تمرين يعني انت بدك تمرن نفسك على انك تتقبل الواقع كما كان لانه ربنا سبحانه وتعالى كمان في اي فيهم ان يتوكل على الله فهو حسبه طبعا هو التوكل لأنه يعني هو عمليه المحن في حياتنا يعني من, من الله خلق البشريه موجوده فلو تشوف قصه سيدنا يوسف قد ايش عانى وكابت في حياته قد ايه انسجن من رسول من انسان جميل جدا الى 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 انه يصير فجاه عبد ويباع، تخيل؟ من حر الى عبد وانسجن، ولما طلع من السجن مجرد انه بتفسير ايه معينه حلم معين للملك الملك طلع من السجن وراح وطلب طلب بسيط، قال خليني انا قائم على اموالك، يعني وزير مثل وزير ماليه، تخيل نعم. في الذكاء شو ذكاء نعم. وما تدمر وقعد هو قال انا بنت... قبل ما يطلع قال انا بدي اه تعطوني اه حقي في اني انا انظلمت يعني روحوا اسالوا نعم. النساء ما شو اللي صار فيني انا ليش انا انظلمت عشان تثق فيني مثلا نعم. كان جد منتهى يعني هذه قصه انا بتهيالي انه كل شاب لازم يتعرف عليها لانها هي قمه تحويل المحن الى منح نعم. سجن ما ك... اكتئب بالعكس احتسبها عند الله عز وجل وقعد مع انه كان شاب صغير وجميل جدا نعم. واحد انظلم وهي جت بالصدفه مش بالصدفه طبعا الله سبحانه وتعالى مخطط لكل لك شيء طبعًا. هو لما طلع قال خلينا وزير ليش قال انا بدي وزير؟ نعم ليه؟ هو عارف شنو قدراته طبعا, عارف طبعًا أنا, انا بدي هذا أستف... الطموح لازم يكون بالضبط انا الشخص. بدي استفيد من ال... من ال... من الظلم اللي وقع علي ب... بشيء جميل لحياتي انا بدي اعوض نعم. اللي صابني انا و... نعم ولازم كل شخص فينا انه يحس انه هو يستحق دائما الافضل الافضل نعم لان الاستحقاق يرفع هذه الطاقه نعم. الايجابيه ويطلع ويرفع معنوياتنا مو مو نحبط نفسنا لا عقب اللي صار انا ممكن حالي راح ينزل وهذا انا فاطمه الرضا هو لازم نعم. كل انسان يكون راضي، راضي بالواقع مو معناته ان انا ارضى بالواقع كما هو، لا انا احاول احسن من الواقع طبعا احسن من حالي عشان اوصل للأبي نعم، صديقتنا في الفيسبوك سادة احلام جذابه وعيونها غلابه. تسلم عليكم وتقول تحويل المشاكل إلى فرص نستفيد منها يعود على حسب ظروف الشخص اللي يمر فيها بحياته شكرا للجذاب عيون غلابة على التواصل الدائم من هذا التعليق يعني حضرني سؤال أحيانا الظروف استاذة أحلام تجبر على الإنسان أنه يمكن ما يقدر يتجاوزها يمكن هو يتجاوزها لكن اللي حواليه دائما يحبطونه ويذكرونه أنت مثلا لونية على الأهل مع أبنائهم انت فاشل انت مريت يحسون انه الدراسية. هو ناقص ما يقدر آه. يتجاوز هذه نعم. المشكله نعم. شو ممكن يتعامل مع هو. هو. وكانك بدك تقول فاطمه شو المؤثرات اللي بتاثر إيه. على الفرد خلي فضح. تخلي الانسان يتراجع او ما يقدر يحول هالمحنه او هالابتلاء او الازمه اللي الله سبحانه وتعالى اصابه فيها تكسير هبه نعم اه بالضبط هي بتصير طبعا في حياتنا وتوقعي نعم كل ممكن الانسان يتجاوزها؟ انا اقول لك خاصه مع الاهل لان هم الاقرب واحنا مجبورين نتعامل معاهم هو مع الاهل انا بقول لك حيلاقي صعوبه هو لانه هو محتاج محتاج سبورتنج يعني انت عشان تطلع من ابتلاء دائما بقول لك انه انت لازم يكون في عندك عوامل محيطه فيك تساعدك على الخروج من هالابتلاء او من الازمه هاي صحيح. فدائما انت لو بتلاحظ مثلا كان عندك اخت ولا بنت ولا صديقه وعندها مشكله معينه الام دائما اذا ما لجات لنفسها تلجا لصديقتها صحيح. كلها وقفي معها سنديها خليكي معها الانسان محتاج من يقف الى جانبه صح نعم محتاج انه من يدعمه فاذا لقيتي نعم اذا لقيتي انه الام والاب والبيئه مش عم بتساعد هون بيعتمد على شخصيه الانسان نفسه صح. لا بده يكون في هناك من يساند وايضا آه من يستشير في هذه الموضوع او, أو, أو انك ما تنطر الناس انت وين م. وين ارادتك وين قدرتك على انك انت تعدل من شخصيتك طب ما في ناس كثير على علمك ترجع للعظماء وال 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 العلماء والناس الشخصيات الشخصيات المهمه في حياتنا القديمه وحتى بالايام الغزوات والحروب وايام الشخصيات القياديه في امهم أبوهم ترى نعم. ما فيش لا ولا أبو صح ماكو قليلين نعم يعني وكان لهم دور قليلين يعني انا ما اعتمدت والله انا ما... في ناس ايتام والله خل... نعم. سيدنا محمد يتيم عليه الصلاه صح والسلام صح اكبر نعم. قائد على يعني اقول لك جميع البشريه ما في مثله صح نعم. ولا عنده ام مسكين ولا عنده اب كان في عنده سبورت من عم سند. اكيد ولا وايضا هذا الدليل يعطينا ان احنا يكون عندنا مثال اعلى ممكن ننظر له ويعطينا دافع والعملية التطورية في حدها الإنسان ولكن أنا لو قلت أن الإنسان شلون ممكن يتخطى هذا الموضوع يعرف أنه هو ضعيف لأنه هو من ضعف نفسه, نفسه في نعم حياته نعم وفي يعني نعم تحدي لهذه المشاكل فالإنسان شلون ممكن يستكشف نفسه أنه هو ضعيف في هذا شوف الموضوع أنا أقول دائما أنه الحياة بشكل عام الحياة ما بتختبر إنسان ميت الحياة دائما تختبر إنسان حي إنسان قوي دائما اللي بتلعب برجل الإنسان القوي هون الذكاء كيف انا الابتلاء اللي هذا اقدر من داخلي اني انا انا اطلع منه نعم مستحيل 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 الانسان في حياتنا ما يمر بابتلاء ازمه بسيطه كلنا بنمر فيها ايش ما كانت ممكن اتكدر او اتنكد اليوم مثلا من صديقه شو ممكن انا اعالج النكد هذا والكدر هذه محنه صح. بسيطه فما بالك على صعيد لما يكون حياه مثلا عمليه انت بوظيفه نكد عليك رئيسك بالعمل نعم أه. <applause> شو بدك تسوي؟ كيف ممكن انت تتعالج تعالج هذا الموقف؟ في الف طريقه وطريقه، برجع وبقول انه الاساس في عمليه تحويل المحن هاي والازمات أه. الى آه منحه انت نفسك، هلا انت كانسان لازم يكون عندك مدركات، تعرف علمك ترى الازمه أه. دائما بتعرفك نقاط الضعف في شخصيتك صح. أه. انا دائما بقول اجمل عطيه من الرحمن الازمه اللي بوقع فيها لانها بتخليني اعرف انا شنو وتألم من انا ضعيفه ولا انا قويه <تصفيق> 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 بقدر انا اتخطى هالازمه ولا لا وكمان بتعرفك على شخصيه الناس اللي حواليك هم منو كيف عاملوني كيف ساعدوني لا. مين وقف معي مين ما وقف معي لا. بس بنرجع وبنقول تعطيك زي ما بقولوا انت تعليم بلا مقابل، هو المقابل طبعا معنوي لان انت تضررت من الداخل، ولكن هي ما اجاك مدرس وقال لك انا بدي ادرسك الازمه، الازمه لا تدرس في مدارس ولا تدرس في جامعات، الازمه هي خبرات في الحياه، تجارب انت بتمر فيها تسقي شخصيتك، تخليك انت تصير واحد ثاني. نعم، اذا بنتكلم عن شخصيه استاذ احلام، مش كثر هذه المشاكل تتغير من شخصيه الانسان، اعطينا المثال الايجابي والسلبي ايضا. اه انا شوف يعني في عندنا مثلا خلينا نقول انه بعض الناس بمر ب نقول في تجارب عمل معينه، وانسان موظف موظف عادي عم يشتغل كل يوم في عنده رئيس عمل بنكد عليه هو مبدع طبعا في بعض المدراء بحبوا بحبوا يقتلوا الإبداعي. يعني بعض الناس كثير للاسف الشديد للأسف. اه مثلا هو بيقول لك انه روتين الروتين هو مبدع ما بده هذا المجال في الف طريقه وطريقه لانه هو يقدم خبراته ويقدم عمله بمكان اخر صح. ممكن افكر اقول انا الامتى بدي اضل انا اشتغل مثلا بروتيني وبعملي هذا مه. هي شغله بسيطه بس بيعاني منها كثير من الناس حتى لدرجه إنه الابداعيه عند بعض الناس قتلت بسبب الروتين صح. العمل الدائم العمل الدائم لا في ناس مبدعه في ناس تكتشف انفسها بنفسها تقول لك لا صح. انا ممكن اروح اسس شركه بذاتي أكيد. ممكن اعمل صح. شيء ثاني اقدر انا من خلاله احول هالازمه لكل يوم ترى ما صارت إلا لما مدير نكد عليه تخيل مديري نكد عليه قلت والله لا انا ما دام مديري نكد بدي اطلع من العمل هذا بس صح. ما بطلع بعد بالبيت صح نعم يلاقي و... له بديل اللي وبديل اللي. ناجح ايوه يسموه تحلطم هذا قاعده تحلطم لا والله حظي والله قدري والله لقطني بهالوظيفه لا انا افكر بطريقه ثانيه كيف نعم. ممكن انا اعمل مشروع ثاني او عمل ثاني يطلعني ولكن في ناس يعيدون هذه الخطوه بخوفهم من اتخاذ هذا إيه؟ القرار طبعا. فلذلك طبعا صعب صعب فلذلك احنا شلون نتقبل هذه المواقف بشكل ايجابي هل لها, لها اسس معينه ان انا ممكن اتقبل اي محنة او اي مشكله او اي عقبه في شكل ايجابي ان انا اقول راح اتعلم منها او ان هذه شيء مكتوب لي لاتعلم منه. إيه بنرجع بنقول هي يعني مبنيه على الايمان مم. يعني من داخلك. هاي ما حد بيعلمها لحدا يا احمد صح هاي المفروض انت من داخل تعرف انه انت ما اصابك ما اخطاك خلاص هو اصابني هالشيء كيف بدي اتعامل انا معاه طبعا في حالات اكتئاب احنا ما بنتكلم عن الحالات الاستثنائيه في حالات بتقعد بتحلطم تعيط تبكي تقول لك هذا قدري هذا حظي هذا وضعي انا انخلقت في هالبيئه انخلقت عند هالام هلا خلاص ابقى بضل هيك طول عمري كل هذول ناس انا بعتبرهم يعني مش عايشين راح نشوفهم وايد بالفالنتاين الله يعينك يا وفي ناس بتقول لك لا لا أنا مش هيك حتى لو كان أمي وأبوي هيك لا أنا بدي أطلع واحد تاني نعم بدي أكون شخصية تانية بنرجع بنقول أهم نقطة يا أحمد من جوا أنت من جوا شو بدك نعم أستاذ أحلام مش كثر الاختلاط بالأشخاص الإيجابيين والأشخاص اللي أكبر حتى من عندنا في العمر والخبرة ضروري لكل شاب وبنت أنا بتهيأ لي إنه كثير مهم وجود أحد لازم 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 يكون في الإنسان معين أو سند نعم لازم يكون يعني وسند إيجابي طبعا يكون شخصية إيجابية أو ممكن إيجابيته من خلال نعم. تجربتك مع لو تلاحظي انت مثلا على مقعد الدراسه زميل من زملائك ودائما عندك واحد محبط ايش حقنا ندرس ايه لا ندرس ويلا اي صح مثلا احمد انت شحك على وش لا انا في ناس كانوا بصيروا انتي <applause> مو دارسه انا مو دارسه <تصفيق> <تصفيق> تدخل أيوة. امتحان هي امتياز شلون ما ادري هذا عاد عقول ثانيه هذا نوع ثاني هذا هو ما بدي لك انه هو بيعرف كل شيء عرفتي بخافني العين هذا موضوع لا بتقول لك انه ما في داعي ايش حق ندرس ولا مثلا شو رايكم في <applause> المباراه <applause> الفلانيه نط عن الصور بكون ولد زين وشاطر وممتاز فعلا البنوت على مدرسة يروح يشوف مباراه ولا يروح يقعد بسارباكس، ولا ما بعرف وين يعمل الشغلات اللي بيعملوها الشباب اليوم زين هذا شنو هذا هذا خربوا هذا حب وايد هوايات طالع من المدرسه عشان شيء يعني, يعني لك لا اكيد طبعا هذا شيء يكون اكيد خطا ولكن استاذه في مشكله وموضوع جدا مهم وهو ان دائما اكثر المشاكل اللي احنا ما ندري ان هذه مشكلتنا ان احنا ننظر للمشكله نفسها ما ننظر لحل المشاكل يعني دائما نقول مثلا على سبيل المثال بالدراسه انا في هذا المتيرم او هذا الاختبار الاول قدمت في درجه مو زينه انا ايش راح اسوي ايش اقول حق ما يفكرون ما هو الحلول في صح. هذا الموضوع فشلون احنا ممكن يصير عندنا نقله في النظر من المشكله الى حل المشكله شوف احمد هو الانسان بطبيعته دائما بحب يتاقلم مع اي وضع هو إي فيه م. انت لو عندك بالاستديو تتأقلم مع الوضع اللي انت فيه خلاص هذا وضعك صح. قليلين جدا الناس اللي بينظر الى كيفيه ايجاد حل المشكله مش المشكله نفسها نعم يعني مرات في مشكله موجوده بضل اقول مشكلة هاي مثلا شلون يا رب كذي ممكن اعمل شو ممكن اطلع شو ممكن اعمل مشكلتي مم. هاي وضعي خلاص انا قدري انا طول من مثلا اكون فقير قدري مثلا أطلع عمري ضل كسلان قدري اني اضل بهالتخصص ومش راح اطلع منه الله اعلم اطلع منه ولا ما اطلع منه يا احمد صح <تصفيق> <تصفيق> والله تقدر تطلع منه طال عمرك تشوف شوفني انا ايش سويت راح <تصفيق> <تصفيق> ايجابي <تصفيق> <تصفيق> ولكن اللي بقوله انا انه هالانسان نفسه هذا يفتش عن حلول نعم لازم يعني ما طلع حق المشكله صح مشكل موجوده وكثيره في حياتنا مين قال ما عندنا مشاكل كلنا عندنا مشاكل صح. بس انت شو ممكن كيف تطلع منها بطريقتك انت نعم. نظرتك الايجابيه للمشكله وهي انا بقول لك نعم. بس هو مجرد كلام نظري لا نعم. هي محتاج انك انت تدريب طبعا نعم. تمرن تمرن نفسك انا انا عندي خطوات عشان اقدر اطلع من مشكلتي هاي اول شيء ممكن اعمله انا ما فكرها مشكله نعم. عقبة بسيطة مم. يلا بتمشي بتروح ان شاء الله بحلها بعملها هي من جوا ربي نفسك عليها هاي الايجابية ترى تجي من العقل الباطن لعلمك نعم انا قادر اني اعمل هيك اني ممكن انجح صح شنو هالمادة انا مثلا عندي كانت طالبة بتقولي أنا كل مرة بالكيمستري برسب شو اعمل صح. والبيت نعم. مبدعة شوفي طريقتك في الدراسة غلط نفس نعم. المشكلة نعم. الكيمستري نعم. هو مش مشكلة صح. تدري وين أن المشكلة انت مش عارفة تعالجي نعم. لازم نلاقي علاج وحل لهذه الامور السلبية اللي عند نعم. عن بعض الاشخاص استاذ احلام شو النصيحه اللي توجهين حق الاشخاص اللي احيانا تمر عليهم مشاكل وتمر وتروح، لكن يعيشون في هذه اللحظه السلبيه، رغم انها مرت وراحت وناجحين هم في حياتهم، لكن حبيسين هذه اللحظه السلبيه، شنو تنصحينهم؟ انا بقول فاطمه انه هذا موجود وبيضل يعني كل واحد فينا في داخله في عنده مشاكل، اكيد، كل واحد فينا في عنده لحظات حزن او لحظات ابتلاء يعني، لكن هي هو ذكاء انه انت الحياه مستمره. فأنت تقدر انت تعيش وتستمر أكيد مش شرط تكون انت 100% عايش بسعاده ما فيش انسان عايش بسعاده مئة بالمئة استحاله بس انت تتاقلم مع ظروفك بس بطريقتك بذكائك كمل مشوار حياتك اكيد لانه كل شيء كل شيء الى نهايه نعم كل شيء الى زوال صح نعم ويعني لازم الانسان ما ي... يعلق السعاده على اشياء مشروطه لازم السعاده تكون غير مشروطه يعني مو عشان عندي فلوس لازم اكون سعيده طبعا. لازم سعاده طبعا. غير او السياره الفلانيه لازم انا اكون سعيده من الداخل وقنوعه في حياتي والامور هيك اللي انا عنها متعه و... انت يا فاطمه في شيء متعه وفي شيء سعاده دائمه نعم. سعاده دائمه ما بنلاقيها اصلا في الحياه لانه الحياه فيها مكابده كثير وتعب نعم صح. اكيد كل الشكر لك الاستشاريه نعم التربويه نعم. استاذه احلام نعم. الخطاب نعم. يعطيك العافيه يعطيك استاذه نعم. وان شاء الله كل استفاد من هذه المعلومات وشدوا حيلكم لان هذه الحياه اذا احنا ما نخلي نفسنا خطوه ايجابيه وخطوه تكون سلبيه تحت هذا الموضوع راح نظل في امور سلبيه وما نتقدم في حياتنا فكل الشكر لك استاذه نعم. وان شاء الله نعم. ايضا مره ثانيه اقول ان تستفيدون من هذه المعلومات مستمرين معكم مع بطلات كويتيات مميزات في لاعبين الكاراتيه نشوفهم من بعد بريك لكم معنا يعطيكم العافيه رجعنا لكل احباب رأيكم شباب في هذه الفقرة راح نسلط الضوء على الرياضه النسائيه في الكويت وخاصه رياضه الكاراتيه رياضه الكاراتيه ما شاء الله قاعد تحقق انجازات في الفتره الاخيره انجازات ترفع فيها بنت الكويت علم الكويت عالي في جميع المحافل الدوليه والعالميه راح نتكلم على انجازات بناتنا في رياضه ولعبه الكاراتيه في نادي الفتاه الرياضي مع البطلات الموجودين معنا في استديو رايكم شباب الله الله. مريم سالم. لاعبه كاراتيه في نادي الفتاه اهلا حياك الله وايضا أهل. معنا رزان بوطيبان لاعبه كاراتيه ايضا في نادي الفتاه الرياضي حياك الله رزان أهل. ومعنا روان بوطيبان لاعبه كاراتيه في نادي الفتاه الرياضي حياكم الله منورين معنا أهل. واحنا جدا فخورين فيكم كونكم بنات كويتيات يعني عندكم هذه القدره والقوه ان تحققون انجازات وايد كبيره ما شاء الله. اكيد طبعا حياكم الله بناتنا اللي دائما يرفعون راسنا ويقدمون كل ما هو مميز من خلال اكثر من مجال لذلك شوفوا ما شاء الله هذي الشابات في مقتبل العمر يقدمون هذه الانجازات في هذه المحافل فعلا نسعد ان نشوف هذي البنات في هذه البطولات يقدمون كل ما هو مميز راح ابلش معك مريم كلمينا عن انتم شاركتوا في يعني بدبي البطوله بطوله دبي الثانيه مفتوحه للكاراتيه صح؟ ايه كلمينا عن هذا شلون صار وياكم وشنو سويتوا؟ أه كانت بطوله قويه زين الحمد لله فيها اكتسبت خبرات وايد أه. منو كان وياكم؟ شنو حسيتوا لما رحتوا برا؟ اول بطوله كانت برا هذه؟ اول بطوله اي شنو حسيته يعني انت رحتوا بطوله برا الكويت وان اختلطتوا مع ناس في مختلف المشاركين يعني؟ أه ما كنا متوقعين اول شيء هالمراكز بسم الله. الله الحمد لله الحمد لله نجاحكم وتعبكم نعم موفقين ان شاء الله رزان ايضا كلميني عن مشاركتك في نفس البطوله اللي هي بطوله دبي الثانيه المفتوحه للكاراتيه او حققتي ميداليه هل انا عندي سؤال انت اصغر مشتركه في هذه البطوله ولا في اصغر منك في العمر؟ لا في في اصغر منك ما شاء الله رزان كلميني عن تجربتك شلون شفتيها تعرفتي على بنات لاعبات من دول اخرى في لعبه الكاراتيه عرفت انه يعني الملعب عود وشان يعني يعني الوضع موجود شان نلعب وكذي حلو يعني اختلف عليك مقاس الملعب من الكويت للبطوله في دبي. حلو يعني دشيتوا انه حسيتوا انه في اختلاف في الموضوع بس عطاكم انه انه بوش ان انتم قاعد تسوون شيء يعني خلاص انتم دشيتوا في موضوع بطولات خارجيه على مستوى برا صح؟ شنو شنو حسيت لما شاركتي برا؟ شنو الفرق؟ بس الملعب ولا طريقه التحكيم ولا طريقه يعني البطوله نفسها؟ يعني الطريقة غير يعني برع. الطريقة كانت غير عن الكويت؟ شلون؟ طريقة مختلفة جو جو يطول يطول مم. الشرح اكيد صار. في لعبة الكاراتيه لأن في قوانين مم. كثيرة ودقيقة جدا ويعطيكم العافية على هذه الإنجازات والميداليات اللي شرفتونا فيها اللي بتوها من بطولة دبي الثانية المفتوحة للكاراتيه. روان اخت, رزان. أخت رزان <applause> روان كلمينا أيضا عن تجربتك في هذه البطولة كانت البطولة من 31 واحد الين اثنين اثنين حلو آه لعبنا احنا اخر يوم كان لعبنا اللي هو صادف يوم السبت يعني؟ آه كانت البطوله قويه بس الحمد لله يعني حققنا حلو هذا دليل ان انتم ما شاء الله شطار وانكم قويين وانا خايف منكم لا لا <applause> انتم طبعا من بيت ما تتناجرون ها على بنا لعبه وكذا ما لا. ما لكم <applause> شيء اكيد طبعا زين مريم كم دوله شاركت وياكم ما تذكرين يعني كم؟ 45 أه دوله وانتم كا... اي مركز حققتوا فيه من خلال هال 45؟ المركز الثاني الثاني؟ <applause> ما شاء الله من خلال هذه 45 دوله حققتوا المركز الثاني هذا دليل على انكم وايد شطار وايد تتعبون عشان تحصلون هذه المراكز، شنو انت استفدتي؟ لما دشيتي شنو لما مثلا بالكويت كنت مستواك بطريقه معينه، رحت دبي ورديتي شنو حسيتي استفدتي؟ احتكيت أه وايد مع لاعبين ولاعبات استفدت خبرات منهم م -م. يعني على مستواي وايد. زين حلو خلاك أن انت يعني تقولين ان انا اتعلم منهم؟ ايه حلو. نعم، آه، رزان ما شاء الله عليك بنت صغيرة كويتية حققتي هذا الإنجاز اللي احنا أكيد نفخر فيه، آه، أكيد كان في منافسة قوية في هذه البطولة، دول كثار مشاركين مثل ما ذكرت آه، مريم في هذه البطولة، أصعب فريق أو لاعبات من أي دولة حسيت المنافسة قوية ما بينك وبينهم؟ آه، كانت واحدة من إيران. نعم. <applause> هي كانت شوية يعني عردة. اقوى شواء. اقوى نعم. لا بس ان شاء الله تقدرين تفوزين عليها نعم. في الايام القادمه وبالعكس هذه اول مشاركه لكم ان شاء الله المشاركات الجايه تخليكم تتعرفون اكثر على طريقه اللعبه والملعب يكون ايضا ماخذين عليه اكثر روان يعني من خلال هذه المشاركه شفتها تغطيه اعلاميه كبيره صحافه وتصوير والوضع كان عليكم فشنو ردة فعلت في هذا الموضوع كان عادي يعني انا ما همي يعني الله الله نعم. شيء وزانة يعني في الموضوع باللعبه يعني حلو نعم يعني ما شاء الله حققتوا انجاز رغم صغر سنكم رزان حابه يعني اسالك سؤال لانك اصغر ضيفه عندنا اكيد مو قصور في البنات الموجودين فيكم بس حابه اعرف من تجربتك شلون قدرتي تقسمين وقتك ما بين الدراسه ولعب الكاراتيه؟ أول شيء كنت أروح البيت أدرس حلو وإذا كان عندنا تدريب أو أول شيء نسوي واجباتنا ونخلص الدراسة بعدين نروح الكاراتيه نتعلم ويعني نتدرب أكثر عشان نروح البطولة إن شاء الله حلو رح. طبعا حلو, أن هذا الشيء يمكن هوايتكم صح؟ هي هواية صح؟ فأنتم تاخذون الهواية وهي في نفس الوقت وأنت تدرسون وتتدربون في نفس الوقت رح. أنا عشان أعرف على السريع كل واحدة منكم أبيك تقولي شنو طموحها انتوا دشيتوا لعبه الكاراتيه، شنو ودكم توصلون له؟ شنو ودك تصيرين لما تكبرين؟ ان شاء الله ما تقولين دكتوره يعني، لا هذا تعودنا عليه بس انت من خلال هذه اللعبه شنو تحسين ودك تصيرين يا مريم؟ اصير بطلة عالم, شاء شاء بطلات بطلات يعني عالم. 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 ان شاء الله ان شاء الله تقدرين رزان نفس الشيء كلكم بطلات عالم؟ تتنافسون على هذا اللقب اكيد شيء نفخر فيه انه مريم عندك ثلاث ميداليات حصلتي عليها تراوينا الميداليات تكلمينا عن الفئات اللي فزتي فيها؟ لعبت اول شيء كاتا تيم حلو أه، تحت 14 سنه خذيت ميداليه فضيه لعبت كومتيتين تحت 15 سنه أه، خذيت ميداليه فضيه فيها واخر واحده لعبت كاتا فردي تحت 14 كله سنه كلهم اعرفهم الكاتات هذيك كلهم ما شاء الله كلهم انا اعرفهم ورزان تكلمينا عن الميداليه اي فئه؟ خذيت برونزيه بكومتي فردي نعم برافو أوه. عليك وروان اكيد نتكلم عن انجازاتك وميدالياتك واي فئه حصلتي؟ البرونزيه أه اخذتها بالكميتي الفردي حلو أه تحت ال 45 نعم الوزن وهذه اخذتها بالجماعي نعم حلو وموفقين ان شاء الله اكيد طبعا كل الشكر لكم وان شاء الله بالتوفيق ونشوفكم في اعلى المحافل وهلكم يفخرون فيكم انا حسيت في اول لا طقونا انها طاح شيء بالاستوديو ان شاء <applause> الله نشوفكم في ارقى المحافل اليوم هذا عني وعن فاطمه وعنكم آه اكيد طبعا بتوفيق ان شاء الله وان شاء الله لكم يفخرون فيكم وتحققون اكيد <applause> <applause> شكرا لك مريم السالم لاعبة كاراتيه في نادي الفتاة الرياضي وايضا كل الشكر لك رزان ابو طيبان لاعبة الكاراتيه في نادي الفتاة الرياضي وكل الشكر لك روان بطيبة لعبة الكاراتيه ايضا في نادي الفتاه الرياضي موفقين بنات. بتوفيق لكم وايضا كل شكر لنادي الفتاه الرياضه ايضا راح ينضمون الينا لاعبات ثانية في نادي الفتاه وايضا لعبه لاعبات في الكاراتيه، الحين دائما في برنامج رايكم شباب نسلط الضوء على كل المواهب والابداعات الشبابيه في مختلف المشاريع، لذلك راح نغطي دائما العدسه تكون متواجده في تغطيه المشاريع الشبابيه ومعرض آي كويت مع بعض. مشروع اي كويت وفبراير ويا الاعياد الكويتية، عشان هو هدف المعرض احياء تراث الكويت بطريقة حضارية، مثل ما تشوفون لوجو المعرض هو عام الكويت القديم وزدت عليه الاي حق التكنولوجيا، لان الحين كل شي صاير اي شي، لان التكنولوجيا الحين وايد زايد، ومن يعني بالمعرض في ركن التراث اللي يعني راح يبين حق كل عيال هالجيل شلون كانوا يدانهم عايشين اول، وشلون طورت الكويت. وان شاء الله تتطور زياده وهم استضفت بالمشروع شركات كويتيه صغيره العدد 30 مشترك وعنده رعايتين ومن هالمشتركين احب ان الناس اللي راح يزورون المعرض ياخذون هالناس لهم قدوه ويسوون شيء يرفع اسم الكويت عالي ان شاء الله بالمستقبل وان شاء الله اي كويت يعجب الناس والملتقى الثانية ان شاء الله اكبر هذا عشان اوري الناس شغلي شنو هو وابين لهم انك بنت كويتيه تقدر تدش المجال هذا مجال المسابح حبيت ابين للناس شغلي بالمسابيح وحبيت اوريهم ان قادره انا ادش بهالمسابيح هذه مجال المسابيح واشكها واعدل فيها ودنا في اخر فقراتنا في برنامج رايكم شباب مستمرين مع بطلات في لعبه الكاراتيه والفتيات دائما يقدمون كل ما هو مميز في نادي الفتاه الرياضي الحين انضموا الينا شابتين مبدعين في هذا الموضوع ولعبه الكاراتيه أن ضحى الحبيب لعبة الكاراتيه في نادي الفتاه الرياضي حياك الله وايضا مها شهاب ايضا لاعبه كاراتيه حياكم الله حياكم شكرا. الله افراكم شباب نبدا معك ضحى قبل الفاصل سالنا زميلاتكم عن مشاركتهم في بطوله دبي وكانوا وايد مستمتعين فيها وحققوا ايضا انجازات مشرفه كلمونا ايضا عن انجازاتكم ضحى وشلون شفتي التجربه في هذه البطوله مثل ما قالوا ان بدات اول شيء البطوله من 31 1 ل 2 2 كلنا احنا لعبنا باخر يوم اللي هو يوم السبت حلو اول شيء بدينا بالكاتل الجماعي اللي فيه مريم وانا ومها حلو, حلو لعبنا وحصلنا على الامارات وحصلنا الميداليه الفضيه المركز الثاني هذه بالنسبه حق اول مشاركه لكم اي أول, اول لعبه لعبناها حلو هذه اول لعبه لعبتوها في اخر يوم اي حلو اه وحصلتوا فيها هذا الانجاز هذا دليل على ما شاء الله انكم شطار وايضا في المرات الجايه تاخذون ان شاء الله الميداليه الذهبيه مها كلمنا عن مشاركتك ايضا في البطوله <applause> انا لعبت كاتا وكوميتا والكاتا عباره عن قتال كلمات وهمي كلمات يابانيه؟ لا لا آه. اي, أي. أوكي. يعني هو من انزين الكاتا عباره عن قتال وهمي <applause> والكوميتا عباره عن قتال صد يعني حلو فاحنا الكاتا في جماعي وفردي احنا كلها لعبنا حتى الكوميتا في جماعي وفردي لعبناهم كلهم حلو آه بالجماعي خذينا مهما. فضيه وبالفردي انا لعبت كوميتا خذيت آه برونزيه حلو ما شاء الله ضحك ضحى كلمينا عن استعدادكم لهذه البطوله شلون كان ومن اللي يدربكم؟ أه قبل ما تبدا البطوله كان في معسكر تدريبي لمده شهر حلو م. طبعا كانت فتره قصيره بس قدرنا نحقق فيها حلو وتدربنا بمدربه سانسي ابرار حلو وكان مدة التدريب تقريبا ساعتين يوميا كان ساعتين تمام نعم كان هل... ايه تفضلي كملي صبح وكان هم عصر. هذه الفترات اللي تدربتوا فيها يعني في فتره قصيره حصلتوا هذا الانجاز صح؟ اي ما شاء الله بالنسبه حق اول بطوله. لا ان شاء يعني. الله بالبطولات الثانيه تكونون في اولى المراكز مهم احنا تو ايضا سالنا زميلاتك في نفس الرياضه ان شلون شفتوا يعني المنشات طريقه تدريبهم الوضع اختلف معكم ان هناك يمكن لاحظنا او لاحظتوا في طريقه اللاعبات نظام مكثف في التدريب او جهاز فني كامل حق الفريق، فما حسيتي بالربكه او شنو حسيتي الفرق ما بينكم وبينهم؟ هو اول ما دخلت كان كنت شويه متوتره يعني وكنت إن قاعد طالع كان شكلهم اقوياء بس الحمد لله يعني, يعني حققنا نتائج. نعم قدرتوا تحققون نتائج واحنا فخورين فيكم. ضحى هل حسيتي انه في اختلاف في او اهتمام اكبر للاعبات اللي كانوا مشاركين من الدول الاخرى؟ في في شوي اختلاف اكيد انه في بعض الدول عندها خبرات اكثر راحه بطوله اكثر نعم. بس إن بالنسبه حقنا وبنات حق أول البطوله هذا لا. بالنسبه لاول بطوله اكيد انجاز أوه. كبير وموفقين اكيد في البطولات الجايه اللي اكيد راح نستضيفكم فراكم شباب وتكون معكم الميداليات الذهبيه يا رب ان شاء الله بحيل الله, الله مها يعني انا شوي بطلع من موضوع هذا يعني انت شلون قاعد بالدراسه واهلك تقبلوا الفكره انه اهلي توقفوا معك في الموضوع وشلون حسيتي ما اثر على موضوعك الدراسي؟ أم لا كلش يعني هو وايد قاعد يشجعوني وقاعد حاولون يساعدوني بعد تنظيم وقتي وكذي بعد يقول الدرس مثلا روحي النادي الحين يعني النادي هم قاعد يساعدكم في الموضوع إيه. الدراسي يقدرون ان أنت مثلا عندكم دعم. دراسه واختبارات؟ أم. نعم اكيد حلو احمد ان قاعد نشوف شابات عندهم التزامات في الدراسه وامتحانات لكن مركزين في الرياضه ويستغلون وقت فراغهم بشيء مفيد قاعد يرفعون في علم الكويت في المحافل الدوليه ضحى كثر هذه الرياضه غيرت بشخصيتك بشكل ايجابي اكيد هو كاول بطوله فيها خوف خلتنا انه يعني ما نحس بتوتر نعم. هاي اعطتكم ايه الجرأة تمام و صار يمكن عندكم ثقة أكثر في أدائكم كونكم حققتوا إنجازات من أول بطولة أكيد إيه أكيد بأول جيم في توتر بس بعدين بعد ما شافوا تطلع ومو عدل ويصير الموضوع جد إيه؟ مو مرة وتصير إيه؟ الحركات التكو والتاك اللي قاعد تسوونها أكيد الموضوع يمشي أكثر معها أه شنو اكثر شيء حسيتيه صعب في الرياضه يعني مارستي هذه الرياضه شنو اكثر شيء حسيتيه ان مارستي صار صعب بالتمرين او بالبطوله او في حياتك العاديه ان اقابل مثلا فريق مثلا قوي او شيء فاحاول كنت شوي خايفه وكذي بس الخوف يعني من مواجهه افرقه اقوى نعم ضحى هل واجهتكم اصابات في هذه البطوله لا الحمد لله زين لو كان في اصابات ممكن الاصابات تعرقل البطوله وانجازكم اي اكيد ما ينطرد بعض. ينطرد خلاص راح يصير إيه فاول نعم فاول اكيد اذا اذا صار الطق عنيف يصير فاول فهذا يعني هذه الرساله لكل اولياء الامور ان هذه اللعبه ما بالعكس هذه رياضه للفتيات وما تاثر شيء جسماني او بدني في التعرض لاي اصابه معينه وممكن ان هذا شيء بالعكس لمصلحتكم كرياضه مها شلون تعاونكم مع نادي الفتاه يعني شلون وفروا لكم كل المعدات والسبل شلون كلمينا عن هذا الشيء ودنا نعرف وفروا لنا كل شيء مثل المستلزمات والدعم ومشكورين وايد اشكرهم وحتى المدربه عافيه وايد يعني ما قصرت دربتنا وكذي نعم موفقين آه، ضحى شنو رسالتك توجهينها حق كل البنات اللي قاعد يتابعونا اللي ودهم يمارسون الرياضه مو شرط حتى الكاراتيه آه، قولي لنا شلون انت حبيتي الكاراتيه شلون دخلتي في الرياضه؟ من وانا صغيره كنت احن على يعني دخليني هذه هوايه فيني والحمد لله دخلت حق البنات الثانيين انه يعني الشيء اللي بخاطركم سووه هاي موهبه هذه يعني ليش ما تستغلها صح بدال آه. ما تكتمها صح. ما شاء الله طبعا اكيد الموهبه اذا انت لعبتي في شيء او رياضة تمارستي رياضه معينه انت تحبينها راح تبدعين فيها اكثر وايضا هذا شيء الكل لازم يعرفه من اولياء الامور الضغط حتى لو كانت الدراسه هي شيء اساسي في حياتنا اساس مستقبلنا ولكن ايضا الهوايه ممكن تكون شيء صح. في مستقبل وفي شيء يعني يعطيني دافع وايضا شيء أكثر صاروا محترفات ما شاء الله صح. الحين وعلى المحافل الدوليه والاعمال اللي قاعد يقدمونها ما الشيء اللي خلاك تختارين يعني ايش معنى الكاراتيه؟ ليش مو سله؟ م... ما يوم كنت صغيره اخوي كان بعد يلعب نادي سلمية فانا بديت بعد يلعب وتغشمرون بالبيت؟ شنو؟ تغشمرون بالبيت كاراتيه؟ لا إيه يعني شوي <صفح> حبيت الكاراتيه صح؟ <صفح> <صفح> حلو <صفح> آه، فترات التدريب في في النادي هل تاخذ وقتك من الدراسه ولا قادره اضحك تنسقين ما بين الدراسه والرياضه؟ اكيد هو في تنسيق وما هم النادي مثل ما قال مقدرين يعني لنا وقت معين مثلا فتره صباحيه مثلا فيها تدريب بعدين نرجع البيت ندرس حلو بعدين هم يصير شوي تدريب هم بالليل. ساعه نعم، يعني ما شاء الله في ناس ترى أحمد كبار في العمر لكن ما عندهم هذه القدرة في تنظيم الوقت عشان يحققون شغلهم وأهدافهم وإنجازاتهم، حكي. بالنسبة لي أنتم ممكن تكونون قدوة لناس أكثر أكبر منكم في العمر لكن مو قادرين يحققون أي إنجاز ما شاء الله عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، إن شاء الله أشوفكم في أعلى المراتب، سؤال أخير مثل ما سألت الزميلات الأبطال اللي معنا في الأستديو، شنو حابين توصلون؟ لا تقولون بعد بطولات عالم؟ كلكم ما طلعت على لا لا, لا. لازم نكتسب لا. نكتسب غير أخرى. يعني انتم الحين واحد يقول ودي اصير شيء كذي يمكن معروفه يمكن شيء كذي فشنو بالكم يعني؟ لا مو بس ان ننشر لا بس لازم نكتسب خبره صح خبره الخبره ناس الشيء ناس نفس الشيء؟ يلا بالتوفيق ان شاء الله موفقين ان شاء الله لا اي شخص في اي مجال احمد حلمه انه يكون في مجال نجم عالمي مثل ما انا بصراحه اتمنى أن يكون نجمة عالمية إن شاء الله. في عالم الإعلام أكيد طبعًا اللي صاروا مو أحسن من عندنا صح أكيد تقدرون توصلون لهذا الموضوع وهذا الموضوع اليوم اللي احنا تكلمنا فيه كان مرتبط ما بين الموضوعين أن قضية شلون ممكن احنا الخطوة السلبية أو العقبة اللي نواجهها في الحياة نجدها خطوة إيجابية ونتعلم منها ونتخطى هذا الموضوع وكلنا نقدر لا تقولون ما نقدر وصلنا لمرحلة اليأس كلنا نقدر ولكن بالاصرار على الموضوع واتخاذ القرار بشكل ايجابي هذا شيء جدا مهم لجميع الناس وان شاء الله زين احنا انا بعرف موضوع شنو <applause> شنو موضوعك اللي كنت بتقولينه حق الاستاذه <applause> قولي الصدق قولي الصدق عادي اقول الصدق انا صريحه ولازم المصداقيه في اي اعلامي <applause> او اعلامي الموضوع لازم ما, لأ ما راح تقدر تعالج الموضوع <applause> لا يعني امور عاديه يعني امور عاديه اكيد احنا نقدر نتجاوزها في حياتنا نبسطها على شك... عشان تكون فعلا بسيطه واذا ضخمناها راح أكيد. تكون ضخمه حابه انا اعرف من البنات يشاركونا في موضوع الحلقه ضحى أه هل واجهتك عقبات في لعبه الكاراتيه وشلون قدرتي تتخطينها طبعا اول شيء خو جاي داش كاراتيه ما 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 نعرف او نفهم بهاللعبه نعم بس مع التدريب وشي تتطور اللعبه صح نعم والحمد لله الامور والامور تكون طيبه <applause> وكلها تكون طيبه مها اهلك ما عرضوا انه اول شيء خافوا عليك انه داش كاراتيه وانه ممكن تكسرين شيء بالبيت لا لا ممكن تصابين في هذه اللعبه <applause> لا كان قاعد يشجعوني وايد حلو ويعني وقفوا معك الموضوع نعم حلو هذا الدعم المعنوي من قبل اي ولي امر لي يعني ابنائه لانه يعطي هذا الحافز الكبير للنجاح وايضا حلو ان الواحد ايضا هو يدعم نفسه بنفسه معنويا عشان يوصل لاهدافه، كل الشكر لكم شكرا لك ضحى الحبيب لاعبه الكاراتيه في نادي الفتاه الرياضي وايضا شكرا لك مها شهاب لاعبه كاراتيه في نادي الفتاه الرياضي. <applause> تفضلي نشكركم قناه الراي الله يسلمكم استلفتونا استلفتونا عادي نعم اكيد اكيد هذا دورنا والمرات الجايه اكيد راح تكونون ضيوف عندنا البيت بيتكم اي أيوة وقت تبون احنا حاضرين حياتكم اي شيء عندكم يعني لا تضايقون المكان مكانكم عادي شيء يوم بغيت تدشون علينا على الهواء دشوا عادي زين؟ اوكي طبعا اكيد وصلنا لختام هذه الحلقه مع بطلات ولاعبات نادي لاعبات كاراتيه في نادي الفتاه الرياضي بتوفيق للجميع وكل شكر ايضا للاستاذ احلام الخطاب الاستشاريه التربويه وصلنا للختام شكرا في حلقه جديده باكر من الساعه 6 ل 7 ثم الله مع السلامه